وصلت البعثة الإعلامية الأردنية مساء السبت إلى المدينة المنورة بعد أن غادرت الوطن عصر الجمعة. وكان الأهالي في مدينة معان كعادتهم في الكرم والجود استقبلوا حجاج بيت الله الحرام يوم أمس بالعصائر والمياه المبردة والطعام بالمنطقة التنموية بالمدينة. الله والسلام ان شاء الله يتقبل منكم ويرزع بالخير. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالحجاج. الله يسر الله القبول لكم يا رب، ولا تنسوا اهل معان من الدعاء. الله يكرمكم يا رب، الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، اسال الله يسهل طريقكم. اي والله اهلا وسهلا، شرفتونا، اهلا وسهلا. انا مدير اوقاف محافظه معان بلال البحري وجميع العاملين في مديريه اوقاف محافظه معان، نرحب باخواننا ضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا الينا من كل حدب وصوب يتوجهون الى الديار المقدسه لاداء مناسك الحج. اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بكم في محافظه معان ومدينه معان بين اهلكم وربعكم الذين فرحوا والله بقدومكم، فقدمتم اهلا وطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله، حياكم الله ضيوف الرحمن، حياكم الله، شرفتونا، شرفتونا، اهلا وسهلا بكم الجميع، حياكم الله. ايضا في حجاج بيت الله عز وجل ان شاء الله باذن الله يعني تكون هذه في ميزان حسنات القائمين على هذا العمل الطيب في هذه المدينه الطيبه اللي يعني اهلها دائما حريصين على متواصل مع حجاج بيت الله والمعتمرين ايضا. يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، دين الله جمعنا في هديات جمعنا، دين الله جمعنا في هديات جمعنا، ما هو حبي بالمال، ما هو حبي بالمال، ما هو حبي بالمال، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا يا لا لا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا في الجميع، شرفنا، لنا الشرف في خدمه. اي والله اهلا وسهلا، لنا الشرف والله، ارض الامن والامان. تحيه الى صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من محافظه معان ومن مدينه معان ومن جميع العاملين من في وزاره الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلاميه الى صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وكل الشكر الى معالي الدكتور وائل عربيات الذي أتاح لنا فرصة مشاهدة والعمل مع إخواننا حجاج بيت الله الحرام
وخدمتهم في هذه الواحة، وكل الشكر والتقدير إلى إخواننا في قناة الحقيقة الدولية الذين قاموا بتغطية قدوم الحجاج إلى واحة الحجاج. أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بالقائمين والعاملين في واحة حجاج معان من شركة تطوير معان. ويرافق بعثة الحج الإعلامية فريق من الحقيقة الدولية مكون من الزملاء إحسين العلمات وطارق الحوامدة ومنذر القيسي والمصور التلفزيوني إسماعيل أبو خميس.